أربع شروط يجب توافرها في حضانة النساء. الست اللي الطفل أو الصغير ما زال في الحضانة بتاعتها، ما زال في وقت التربية اللي هو سن قبل 15 سنة، في أربع شروط لازم توافرها في السن ده. أول شرط أن تكون الحاضنة سواء كانت الأم أو غيرها تكون عاقلة بالغة، أي ما ينفعش تكون أقل من سن 21 سنة، ما ينفعش تكون حد حجر عليها أو حد قايم عليها أو واصي عليها، أو تكون مجنونة أو تكون مريضة بأي مرض من عوارض الأهلية. تاني شرط، وده شرط مهم، أن تكون قادرة على القيام بشؤون الصغير أو شؤون الحضانة. لو هي أصلا مش قادرة تقوم بشؤونها الشخصية، هل هتقدر تقوم بشؤون الصغير؟ طبعا لا. تالت شرط، أن تكون أمينة على تربية الصغير، يعني ما ينفعش تكون هي أصلا سمعتها مش كويسة وهي تربي الصغير، ما ينفعش تكون بتشتغل طول الليل وتسيب الصغير سواء ولد أو بنت لوحده في الشقة لوحده، ما ينفعش تكون هي شغالة أصلا في نادي ليلي وتقول لي أنا هربي الصغير، هنا الشرط هنا يسقط. رابع شرط، وده شرط مهم جدا، ألا تكون متزوجة بغير ذي محرم. مين محارم الصغير؟ عمه وجده بس، سواء الصغير كان ولد أو بنت. لو كانت متزوجة بعمه أو جده، كده الصغير هيفضل في حضانة الأم لحد سن 15 سنة. لكن لو اتجوزت بغير العم أو الجد اللي هم المحارم، كده يعتبر متزوجة بشخص أجنبي، وكده تسقط حضانة الصغير عنها. دي الشروط الأربعة اللي لازم توافرها في حضانة. لذلك فقدان أي شرط من الشروط السابقة يعني سقوط حق الحاضنة في حضانة الصغير.